مشاهدينا البداية من السعودية، حيث واجهت الجماهير مشكلة إغلاق الأبواب بملعب الأمير سعود بن جلوي قبل مباراة القادسية والهلال. مراسلنا طلال الغامدي نقل لنا هذه الصور. سبع تذاكر وما دخلنا إلى الآن، سبع تذاكر. ها، من متى جاي؟ من الساعة 3:30. يا ساتر، 3:30 يا أبو الشباب. فزي ما تشوفون الأحداث كبيرة، ما في أحد، الكل يعني المشكلة ما في أحد نسأله نقول له شيء، يقولون شيء، ما حد يعطيك وجه للأسف، ما حد يعطيك وجه. رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل تحدث عن مشكلة الجماهير وتعويضهم في قادم المناسبات حين حل ضيفاً على خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، والوعد بثنائية حصرية شيقة للصدى. الله يبارك فيك. والله الحمد لله، أهم شيء 3 نقاط. فريق كان، جمهور كان أكثر من رائع. يعني إيش تقول للجمهور اللي اليوم جاء واشترى التذاكر ولا حضر؟ ان شاء الله نعوضهم ببطولات ومباريات وفرحه واحده تلو الاخرى، يقولوا باللغه العربيه. احنا اليوم عند ابو عبد الله، ايش تقول له في بيته؟ شايفين بيته من اول من اول. والله ابو عبد الله اكثر من اخو، وحنا في بيتنا واكرمه الله، وهذه الساعه المباركه اللي دائما نشوفها فيها ان شاء الله، ونشوفها دائما منتصر وفايز، غير بس الثلوث. يوم الثلوث ناجلها للي بعدها ان شاء الله. دوم اخ وصديق من 15 سنه. طبعا الحديث بقيه في صدى الملاعب، انتظروهم قريبا. صدى الملاعب. شكرا. وبنفس السياق، أكدت إدارة القادسية أن مبيعات التذاكر نظامية، وأن الإغلاق يعود إلى تعليمات الجهات الأمنية التابعة لإدارة الملعب، وهذا ما جاء في البيان الصادر عقب المباراة. كما أكد أن الجوانب الممتلئة كانت من جهة الهلال فقط، وأن مئات المقاعد بقيت فارغة من الجانب القدساوي. ورئيس القادسية تحدث لطلال عن هذا الإشكال. أبو جامل، الجمهور والناس تذمروا من التنظيم اليوم. البعض يقول أن القادسية طبع أكثر من عدد الملعب، ساعة الملعب، هذا صحيح؟ لأن الجمهور كثير برا ما عم تذاكر، ما دخلوا. لا، غير صحيح. التنظيم كان منظم والأمور طيبة، لكن فيه يمكن بعض الشغلات اللي الجمهور كان اليوم، العدد الجمهور يمكن أول مرة تحدث في هذا العدد الكبير. التنظيم يمكن ناقص شوي، ناقص التنظيم من الملعب أو من الجهة المسؤولة، أمور تنظيمية لا أكثر ولا أقل. أيضاً أكد مساعد الزامل كذلك أن مصير مدرب القادسية الصربي ألكسندر ستانيوفيتش سيحسم في الاجتماع المقبل. بالفريق باقي أم سيرحل؟ والله إن شاء الله في اجتماع وبصير. متى الاجتماع؟ قريباً إن شاء الله. في أمور كثيرة متباحث فيها ونشوف مصلحة الفريق. تتفق مع القادسية يحتاج تغيير؟ والله إن شاء الله نحتاج تصحيح الغلطات، نحتاج بعض التغييرات اللي إن شاء الله تكون إيجابية بإذن الله تعالى.